وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها حلقت رأسها وخمشت وجهها وحمرت قطنة من دمها ووضعتها على رأسها. وقد وصف حسان بن ثابت ما تعمله النوائح بقوله: يا مي قومي فاندبي بسحيرة شجوى النوائح كالحاملات الوقر بالثقل الملحات الدوالح المعولات الخامشات وجوه حرات صحائح وكأن سيل دموعها الأنصاب تخضب بالذبائح ينقضن أشعارا لهن هناك بادية المسائح. ولعل الهدف من حلق الشعر وإراقة الدمع والدم على قبر الميت إنما هو بمثابة الوعد بالمحافظة على عهده وذكره، فالنائح عندما يريق دمه ودمعه ويحلق شعره إنما يترك للميت شيئا منه كدليل على اتحاده به وعهده له. ولهذا نجد أن هذا الضرب من الغناء، وأقصد النواح أبا الفرج، اعترضني أمر لم أسمع عنه منك شيئا. ها، هل تريد أن تعرف المزيد عن النواح؟ النواح أبعده الله عنا يا رجل، فما الذي خطر في بالك حتى تظن أنني أردت أن تحدثني عنه؟ ألم تكن تتابع حديثي؟ نعم، ولكن خطر لي سؤال. أهو يتعلق بالفلك؟ ماذا جرى لك يا أبا الفرج؟ ما لنا وللفلك؟ نحن نتحدث عن الأصوات والمغنين، وما أردت معرفته يتعلق بالطنبور. ها؟ أرأيت؟ أرأيت كيف أعجزك علمك؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، قل سؤالك. إذن ستجيب. اطرح سؤالك يا رجل. لم يسبق لك أن ذكرت مغنيا واحدا كان يضرب على الطنبور وهو يغني، فما سر إغضائك عن ذلك؟ لأن الطنبور فقد أهميته لما استخدم المغنون العود القديم، ومن ثم الشبوط العود الجديد الذي ابتدعه زلزل الضارب. أفهم من ذلك أن الطنبور لم يستخدمه أحد من المغنين؟ استخدمه أحمد بن أسامة. ومن يكون ابن أسامة هذا؟ هو أحمد النصيبي، أحد مغني الكوفة، ويبدو أن أول ممارسته الغناء كان أيام الخلفاء الراشدين. كان عربيا صحيحا من رهط الشاعر الأعشى، وكان صاحبا له، ويدين بشهرته لغنائه أشعاره، ويقال إنه أول من غنى بالنصب. النصب؟ نعم، هو غناء يشبه الحذاء إلا أنه أرق منه، أو هو حذاء محسن متقن. ها، وماذا بعد يا أبا الفرج؟ ويبدو أن أحمد هذا كان أول من اشتهر في الإسلام بالضرب على الطنبور والغناء مراسلة، وكان يغني وينادم أمير الكوفة آنذاك، ولم يبذه أحد من المغنين بالضرب على الطنبور. كأن مشيتها من بيت جارتها، كأن مشيتها من بيت جارتها.
مشيتها من بيت جارتها كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل يكاد يصرعها لولا تشددها يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل كأن مشيتها من بيت جارتها كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل كأن مشيتها من بيت جارتها مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل ليست كمن يكره الجيران طلعتها ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا يكاد يصرعها لولا تشددها يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكسل لما غاب الطنبور يا أبا الفرج بعد أن تغلب العود في الاستعمال؟ لم يغب تماما يا أبا عباد، وقد ظهر في أيامنا هذه، ولعلك سمعت بأبي جعفر علي بن أمية الذي توفي قبل أن أرى الدنيا بخمس سنوات. هل استعمل الطنبور؟ كان طنبوريا حاذقا وذا شهرة. أما أحمد بن أبي صدقة فكان من أبرع الضاربين على الطنبور، ومنه جاء لقبه الطنبوري. أذكرني يا أحمد، أذكرني بهؤلاء الذين حذقوا الضرب على الطنبور. عمر الميداني يا سيدي. نعم، فقد كان مغنيا وطنبوريا مشهورا. والحسن المسدود. نعم نعم، وهذا أيضا كان صانعا عجيبا للألحان وطنبوريا يعده جحظة مؤرخ الطنبوريين إمام أهل زمانه. جراب الدولة أبو العباس أحمد بن محمد. نعم نعم، وابن القصار وغيرهم وغيرهم. أعتقد أن الطنبور لا يختلف كثيرا عن العود. صحيح يا أبا عباد، لكن صندوقه أصغر من حجم صندوق العود، وساعده أطول ويشد إليه وتران. هل اكتفيت؟ نعم نعم، وجزاك الله خيرا، فقد زودتني بعلمك حتى أدخمتني. والله ما أظن تخمتك هذه إلا من الجهل المطبق. ماذا قلت؟ قلت هل نعود إلى ما كنا بصدد الحديث عنه في أول جلستنا؟ نعم نعم، ألم نتحدث عن الطنبور وضاربيه؟ كيف فاتني أنك لم تكن تتابع كلامي؟ فأنت من الصنف الذي يقف تفكيره عندما يعتريه خاطر فيقف عنده لا يفارقه حتى يجد له تفسيرا. هل تلمح إلى شيء؟ لا يا أبا عباد،
هذه من سمات وعلائم أهل العلم. أرأيت إنك تعترف بأنني أنتهج نهج العلماء، ولو لم أكن ندا لك لما استطعت مجالستك. أعتقد أن جلستنا كانت دسمة، ويكفي من إلا من حديث أبا عباد. لا لا، ليس بعد يا أبا الفرج، فقد لاحظت شفتيك تتحركان عندما كنت أفكر بالطنبور. ها هيا يا أبا الفرج، احلل عقدة لسانك. أمري إلى الله. ماذا كنت أقول يا أحمد؟ كنت تقول إن النياحة ضرب من الغناء عند العرب. أعوذ بالله، ما لنا وللنياحة يا رجل؟ حدثني عن الطرب والمغنين المحسنين. كما تريد. كان الغريض من المغنين الأوائل في النواح، كان يدخل المآتم فتضرب دونه الحجب فينوح فيفتن كل من سمعه. سلم على دمار تقادم عهدها، بالحوف واستلب الزمان حلالها، ربع لقانصة ربع لقانصة ربع لقانصة الغرانق، ما به إلا الوحوش خلت له وخلالها، إلا الوحوش خلت له وخلالها. سلم على دمن تقادم عهدها، بالحوف واستلب الزمان حلالها. سلم على دمن تقادم عهدها، بالحوف واستلب الزمان حلالا. أبا الفرج، عظم الله أجركم. كان علي أن أتبين حالك يا صاحبي من إلحاحك في ذكر النياح. نعم. ألم تفقد عزيزا يا صديقي؟ لا، وفعل الله ولا فعلك. تقصد أنك لم أئن حدثتك عن النواح والغناء فيه أكون قد فقدت أحد الأقارب أو الأهل؟ هذا ما خمنت. وخاب تخمينك. سيدي أبا الفرج، لما سمي أبو يزيد عبد الملك بالغريض؟ أليس الغريض لقبا يا معلمي؟ نعم يا بني، هو لقب لقب به لأنه كان طري الوجه نضرا غض الشباب حسن المنظر، فالغريض هو الطري من كل شيء. هل كان يضرب بالطنبور؟ لا، كان يضرب بالعود وينقر بالدف ويوقع بالقضيب. أبا الفرج، هل أطمع في أن تحدثني عنه يا صديقي وحبيبي؟ حسن يا أبا عباد، سأروي لك قصة المغني وأعرض لحياته، على ألا تقاطعني، وإلا فإنني سأكف وأهجر مجلسك. اجلس. كان الغريض جميلا وضيئا، يصنع نفسه ويبرقها، وعرف بحلاوة المنطق وحسن الطبع. يا ليتني ألقى المنية بغتة
إن كان يوم لقائكم لم يقدري يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري الله 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 يا غريب. أهلا بك يا سيدي. لا أدري لما تحبس هذا الصوت الحسن في هذا المكان. وماذا أفعل يا سيدي؟ أسقل غناء وخذ عن أهل هذه الصنعة، وهم كثيرون ومجيدون في مكة، ومن ثم انطلق خارج هذه الجدران. ولكن يا سيدي، هل أطمع بصريح رأيك في غنائي دون إطراء أو مجاملة؟ ألم أمتدحك؟ ومن يقبل من المغنين أن ألازمه أو أن آخذ عنه؟ عليك بابن سريج، ففي حلقك ما في حلقه من طراوة. ليته يقبل. عليك بالعبلات، فهن قادرات على إقناعه. وهل يصعب هذا على بنات علي بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر؟ هل انتهى الثوب الذي تخيطه لي؟ ما عزمت فعله يا غريض أمر يلزم الإمعان في تمحيصه. ما تقولين يا أختاه؟ اسمع يا عبد الملك، أمر مولاتي الرضية. من أدخل في رأسك أنك أهل لصنعة الغناء؟ كل من سمعني وأنا أترنم أثناء عملي بالخياطة. تقصد الرضية؟ هل سمعك أحد من أهل الصنعة؟ لا يا مولاتي. فكيف تنقطع إلى ابن سريج أو غيره وتكف عن صنعة الخياطة دون أن تدري موضعك من كل هذا؟ حسنا، فليسمع غنائي كل من ترغبن من أهل الغناء وأصحاب الأصوات، على ألا تنقطع عن صنعتك حتى يتم الأمر. أمر مولاتي الثريا. ألا تبدأ بنا يا غريض فتسمعنا ما ينال رضانا لنشفع لك عند المغنين؟ أمر مولاتي رضية، هل تأمر مولاتي بالعود؟ يا ورد، إلي بالعود. ألا يا عين ما لك تدمعين؟ أمن رماد بكيت فتكحلين؟ ألا يا عين ما لك تدمعين؟ أمن رماد
بكيت فتكحلين، أم أنت مريضة تبكين شجواً، أم أنت مريضة تبكين شجواً، فشجوك مثل أبكى العيون، فشجوك مثل أبكى العيون. ويحك يا غريد، لكأني بك تندبنا. معاذ الله يا مولاتي، أطال الله أعماركن. ما تقولين يا رضية؟ لقد سمعت ما أرضاني. ندفع به إلى ابن سريج. نعم الفعل يا أختها. والآن أسمعني ما يضم حلقك من غناء. ما لك يا عبد الملك؟ هيا أسمعني ما تعرف من الغناء. يا ابن سريج، ما أتيت إليك إلا لتعلمني الصنعة. كيف أعلمك يا عبد الملك وأنا لم أسمع من غنائك شيئا؟ ثم ما أدراني أن صوتك يلائم صنعة الغناء. الملك، هذا لا يكفي، أريد أن أعرف فصاحة لفظك. هيا غني أي شيء تحفظه. جرى دمعي فهي جلي شجونا، فقلبي يستجن بي جنونا، جرى دمعي فهي جلي شجونا، فقلبي يستجن بي جنونا، جرى دمعي فهي جلي شجونا، فقلبي يستجن به جنونا، جرى دمعي فهي جلي شجونا، فقلبي يستجن به جنونا. أفهم من تباشير وجهك أن ابن سريج قبل أن يعلمك الغناء. نعم يا مولاتي الثريا. جاهرك بهذا؟ لا، ولكنه أصغى إلي وتابع غنائي. ألم يطلب إليك الحضور؟ لا. ومن أين لك أن تعلم أنه قبل بك أن تكون تابعاً؟
ورضي أن يكون معلما إذا لم يدعك لملازمته. لا تحزن يا غريد، سأستدعيه وأرى رأيه وانصرف أنت إلى خياطتك. سيدتي، قد عزمت واستقر رأيي. لم أفهم يا غريب. سأترك صنعة الخياطة. هل أصابك مس؟ ألم تسمعي صوتي أنت ومولاتي رضية ورضيتما به؟ لا يكفي أن نسمع نحن، فالذي سيحكم لك أو عليك هم أهل صنعة الغناء. ولكن هؤلاء يا سيدتي يخشون المنافسة، وقد يكون رأيهم بعيدا عن الحق. سوف أصل إلى خبيئة نفس ابن سريج وأرى صريح رأيه في غنائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أتيتك بزبون يا غريض، إنه صديقي أبو عمرو. أهلا بكما، ولكن أشر عليه وانصحه بالجديد الذي أتيت به. أعذرني يا سيدي، فإنني سأترك صنعة الخياطة. تترك صنعتك؟ نعم يا سيدي. لماذا؟ أطمع في صنعة غيرها. وما هي يا غريض؟ صنعة الغناء. الغناء؟ صحيح أن في حلقك حلاوة، وقد سمعتك وأنت تترنم، ولكن هذا لا يكفي. أعلم يا سيدي، ولسوف ألازم أحد المحسنين في هذه الصنعة وأخذ عنه. إنك تجيد صنعة الخياطة، وهي أمن لك من صنعة لا تعلم من أمرها شيئا. لقد عزمت يا سيدي ولن أتراجع. إذن فقد صحبتك صحبة من ليس لديه طائل ولا نائل. لا عليك، فما أصابني الأذى. ولكن فاتك ما يخرج من بين يدي الغريض من حسن الصنعة وبراعتها. هل أنجزت ما كلفتك به؟ نعم نعم يا سيدي. تفضل. ما تقول يا ابن سريج في الغريض الذي دفعت به لتعلمه الغناء؟ لولا كرامتك يا سيدة الثريا ما قبلت بتعليمه. هل في صوته عيب؟ في صوته رخاوة. اشدد. يصعب ذلك يا سيدة الثريا، فالحزن يهيمن على الفتاة. اجعل منه بكاء، فإنك ما تخطيت هذا في غنائك حتى الساعة، وما أظنك تذمه في قولك بل تمدحه. انطلق يا ابن سريج واسقل صوته، وسيكون لك أطوع من بنانك. اسمع يا عبد الملك وردد ما أقول. أنت تأمر يا أبا يحيى. لقد شاقك الحي إذ ودعوا. لقد شاقك الحي إذ ودعوا. فعينك في إثرهم تدمع. فعينك في إثرهم تدمع. لقد شاقك الحي إذ ودعوا. فعينك في إثرهم تدمع. فعينك
إثرهم تدمع. لقد شاقك الحي إذ ودعوا، فعينك في إثرهم تدمع. لقد شاقك الحي إذ ودعوا، فعينك في إثرهم تدمع. فعينك في إثرهم تدمع. ليس هكذا يا عبد الملك، ليس هكذا يا عبد الملك. اسمع جيدا لتدرك الصوت وتستطيع إعادته بشكل متقن. ألم أفعل؟ لقد شاقك الحي إذ ودعوا، فعينك في إثرهم تدمع. لقد شاقك الحي إذ ودعوا، فعينك في إثرهم تدمع. ما أخبار الغريض يا أختها؟ يلازم ابن سريج. أعلم ذلك، ولكنني أسأل، هل استطاع أن يجاريه ويبلغ شأوه؟ لا أدري، فقد مضت مدة طويلة لم أره خلالها. وناداك للبين غربانه، وناداك للبين غربانه، وناداك للبين غربانه. ما زلت تسيء يا عبد الملك، ما زلت تسيء. ما هكذا يغنى هذا الشعر؟ فما ترى من مواضع الضعف؟ هات العود يا عبد الملك، هات العود. عبد الملك، أريد منك أن تذهب إلى أبي مصعب وتخبره أنني سأحل ضيفا عليه الليلة. أذهب بعد أن أسمع غناءك في شعر الأحوص الذي كنت أغنيه. لا يا عبد الملك، بل تذهب في الحال وتسمع فيما بعد. كما تشاء. وناداك للبين غربانه، وناداك للبين غربانه، وناداك للبين غربانه. Oh.
كحبي آل ليلى قاتلي ظهر الحب بجسمي وبطن. هذا أنت يا أبا مروان؟ بلحمي وشحمي. ماذا تحمل؟ أراك تنقل السوق إلى دارك. إنها لابني سريج أبي يحيى. فما يلزمك هذا؟ هل أنت في خدمته؟ ألازمه فأخذ عنه صنعة الغناء وأقوم ببعض شؤونه. أعطني. ماذا تفعل؟ أخفف حملك. لما؟
لأننا سنتخذ ذلك الركن من الزقاق، فتسمعني بعض غنائك. ألن تسمعني بعض ما أخذته عن ابن سريج؟ تريدني أن أغني هنا في هذا المكان؟ سامحك الله يا أخي، سامحك الله. ما الذي أذكرك بنا يا غريد؟ أنتم في البال على الدوام يا مولاتي. ما لك يا غريد؟ لا شيء يا مولاتي، لا شيء. ما أحوالك مع ابن سريج؟ على ما يرام. لا أرى ذلك. ماذا تعنين يا مولاتي؟ إن من يرى تجهمك واكتئابك يحسب أن ابن سريج قد أبعدك أو طردك. إنه يتحين ذلك يا مولاتي. أحقا تقول؟ نعم. سأستدعيه وأرى أمره. شكرا يا سيدتي. والآن ألا تسمعون شيئا مما استقيته من ابن سريج؟ بل أغني صوتا من صنعي. أنت صنعت الصوت؟ نعم يا مولاتي. هاتي أسمعنا. بكل سرور. جرى دمعي فغي جليش جونا جرى دمعي فغي جليش جونا جرى دمعي فغي جليش جونا فقلبي يستجن به جنونا فقلبي يستجن به جنونا أبكي للفراق وكل حين أبكي للفراق وكل حين سيبكي حين أفتقد القرين. ويحك يا غريض، ما أحسن صوتك. هيا يا فاتك، هيا أسرع. هاتي أسمعنا يا أبا عامر. لقد شاقك الحي إذ ودعوا فعينك في إثرهم تدمع لقد شاقك الحي إذ ودعوا فعينك في إثرهم تدمع في إثرهم
اسمع يا غريض، أريد منك أن تشرف على إعداد مائدة الليلة. وماذا غلامك؟ يا عبد الملك، يا عبد الملك، ضيوفنا من كرام الناس وأكابرها، ولا أحسبه قادرا على إعداد مائدة تليق بهم. إنه يفعل هذا على الدوام. إلا الليلة يا غريض. حسنا يا أبا يحيى، وأرى أن تبدأ منذ الآن. حسنا. انتظر يا عبد الملك، لا تفتح. افتح. السلام عليكم يا غريض. أهلا يا أبا الحارث. السلام عليكم. أهلا يا أبا الوليد. أهلا. في إثرهم تدمع لقد شاقك الحي إذ ودعوا فعينك في إثرهم تدمع السلام عليكم يا أبا يحيى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبا الحارثة. أهلا أهلا، تفضل تفضل. أهلا أهلا يا أبا الوليد، تفضل. كيف حالك يا أبا يحيى؟ أهلا بك يا أبا الحارثة. أرى أننا أول القادمين. يا أبا الوليد، حللتما أهلا ووطئتما سهلا في كل آن. لا لا، نريد أن ننتزعك من سحر أصواتك. أتمم أتمم ما كنت تفعل، فلن نحرك ساكنا حتى تنتهي. يا أبا الحارث. يا أبا يحيى، نستحلفك أن تفعل. حسنا كما تشاءان. يا أبا عامر. نعم يا ابن سبيل. تفضل. سنسمعكم خانك من تهوى. الله. خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. الله الله. خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. واسلك سبيل وصله وصنه، إن كان غدارا فلا تكنه. عسى تباريح تجيء منه، فيرجع الوصل ولم تشنه. خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا إن سلوت عنه. واسلك سبيل وصله وصنه، إن كان غدارا فلا تكنه.
عسى تبريح تجيء منه فيرجع الوصل ولم تشنه. الله 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 الله, الله. سلمت يا أبا يحيى سلمت، وأفاض الله علينا من سحر غنائك. ولكن يا أبا يحيى لا أرى الغريض يشاركك مجالسك هذه. صحيح، كيف يأخذ عنك وهو في شغل عنك؟ آه يا أبا الوليد، ماذا أقول يا أبا الوليد، هذه حاله على الدوام. سأحثه وأجعله يغني. لا لا يا أبا الحارثة، دعه وشأنه. دعنا نسمعه يا رجل. يا غريض يا غريض. نعم يا أبا الحارثة. ألا تترك ما بين يديك وتسمعنا ما أخذت عن ابن سريج؟ أبا الحارثة يا أبا الوليد، دعوا الغريض وشأنه، إنه في شغل شاغل عن الغناء وأهله بما يحضر. هيا هيا يا عبد الملك انصرف، هيا انصرف. هيا يا أبا عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا يحيى. لو لم تحضر كنت سأرسل في طلبك. خيرا إن شاء الله. الغريض؟ آه نعم نعم، وهذا ما جئت من أجله أيضا. أخبرني أنك تعتل عليه بغية إبعاده عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبق وشكاني، وأنا ما قصدتكن إلا شاكيا منه. ما علته يا أبا يحيى؟ ليس أقصد، لا يملك الحماس لصنعة الغناء يا سيدتي، فهو يتشاغل عنها بأمور الحياة، وتعلمين أن من لا يملك الحماس في قصده يسقط قبل أن يصل الهدف. وصنعة الغناء كما تعلمين يا سيدة الثريا تتطلب الكثير. هذا صحيح يا أبا يحيى، هذا صحيح، ولكن الغريض لا ينقصه الحماس والاندفاع. فماذا أفعل يا سيدتي إذا لم يبدي من الرغبة ما يدفعني إلى الاحتفاظ به؟ أفهم من كلامك أنك طردته؟ لا لا يا سيدتي، ولكنني سأبعده عني بعد أن أصابني اليأس منه ومن إمكان إيصاله إلى ما أبتغي من صنعة الغناء. أرجو المعذرة، فما في فعلي ما يسيء إليكن. افعل ما بدا لك يا أبا يحيى. أستميحكما العذر وأستأذن بالانصراف. برعاية الله، مع السلامة. إنه لم يشكه ويتجنى عليه إلا لحسد. يا خليلي نابني سهدي، لم تنم عيني ولم تكدي. لا تشمت في يا ابن سريج،
فإنك وإن تمكنت من تنحيتي فلسوف تسمع عني. لسوف أسمع عن خيبتك. إن غدا لنظره قريب، ولا تحسبن أني لم أخذ عنك، فلقد كنت ألازمك من خلف الجدران، وكنت أتشاغل كي لا تعير وجودي اهتماما، ولقد اكتفيت منك. انصرف قبحك الله، انصرف. أبا مروان، هل ابن سريج في منزله؟ لست أدري. لما هذا الحزن البادي على وجهك؟ ابن سريج ما به؟ لقد تجنى علي وشكاني وطردني. استودعتك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليتك لم تلتحق بابن سريج والتحقت بالجاريتين النائحتين حوراء وبغومة منذ البداية. إذن لكنت على خير ما يرام. فماذا تصنع هذه الأيام؟ أكيد لابن سريج. تكيد له؟ لا تذهبن بك الأفكار يا مولاتي، فكيدي له لا يتعدى صناعة الأصوات. كيف؟ أتابع ابن سريج فلا يغني صوتا إلا عرضته، فغنيت فيه لحنا آخر. وماذا يصنع ابن سريج؟ اشتد علي وحسدني، وسأسمعك واحدا من هذه الأصوات. لا لا يا غريض، فيما بعد. ما بك يا مولاتي؟ لا شيء، أحس ببعض الألم. أدعو أخواتي ينقلنني وأذهب في رعاية الله. مولاتي رضية، مولاتي رقية. ماتت مولاتي الثريا. ألا يا عين ما لك تدمعين؟ ألا يا عين ما لك تدمعين؟ أمن رمد بكيت فتكحلين؟ أمن رمد بكيت فتكحلين؟ أم أنت حزينة تبكين شجوا؟ أم أنت حزينة تبكين شجوا؟ أم أنت حزينة تبكين شجوا؟ فشاجوك مثله، فشاجوك مثله أبكى العيون. سركم ويسرني
لو تعلمين بصالح أن تذكري ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه عليك أشهري إني لا أحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري إني لا أحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه عليك أشهري يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدري ما كنت والوعد الذي تعدينني 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 سحابة لم تمطري إني لا أحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري إني لا أحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه عليك أشكري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هل علمت بأمر نافع ابن علقمة؟ ما له؟ قد ولي مكة يا ويلي لما أصابك الجزع؟ لأنه كثيرا ما كان يطلبني ولا أجيئه وما في ذلك؟ سوف يقصدني ويتجن علي وينتقم مني إنك تهول الأمر لا تلقي بالا وابعد هذا الخوف الذي لا مبرر له كيف وقد حمل ضغنا علي وأكن الحقد في نفسه ليس لي إلا أن أختفي في بعض منازل إخواني هون عليك ولا تستبق الحكم على الرجل
السلام عليك يا غريض. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع يا غريض، قد جئناك معبد وأنا بأمر خطير. أهلا بكما في منزلكما، تفضلا تفضلا. خيرا إن شاء الله. أي خير وقد عزم بنا على النفي أمير مكة؟ وما نقدر على صنعه. تعني أنك موافق على إخراج المغنين من موطنهم؟ إنها إرادة الأمير ولا نستطيع ردها. إذا لم تغلب فاغلب. صدقت يا معبد، صدقت، هذا صحيح. نطلب حاجتنا بالرفق والمداراة. كيف؟ أفهم من هذا أنك نزلت عند طلبنا ووافقت. نعم. إذن هلما نبكي أهل مكة ولنرى ما سيفعلونه. خرج معبد والغريض وابن سريج يغنون ويودعون أهل مكة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الرائح المجد ابتكار، قد قضى من تهامة الأوطار من يكن قلبه الغدا تخليا، ففؤادي بالخيف أمس معار. أيها الرائح المجد ابتكار،
قد قضى من تهامة الأوطار من يكن قلبه الغدا تخليا ففؤادي بالخيف أمس معارا هل نحرم من مثل هذا الشجر؟ لا أبعدكم الله. جدد الوصل يا قريب وجودي لمحب فراقه قد ألم ليس بين الحياة والموت إلا أن يرد جمالهم فتزم جدد الوصل يا قريب وجودي لمحب فراق علينا أن نصابح والي مكة قبل أن يبعدهم فلسنا في غنى عن هؤلاء الذين يجملون حياتنا إلا أن يرد جمالهم فتزم يا غريض يا غريض أبشر أبشر يا صاحبي ماذا تعني؟ لقد جعلتم أهل مكة يتأوهون ويصرخون خلال الليل عندما خرجتم إليهم ولم تبدأ تباشير الفجر حتى اجتمع الناس وقصدوا والي مكة وثنوه عن عزمه فعفى عنكم ولسوف تبقون في دياركم زينة لها ولكن ما لك يا غريض؟ أأنت مريض؟ لا لا ألم يفرحك النبأ؟ لست أعلم ألا تعلم أن فيه الفرج والخلاص وأنك ستعود إلى منزلك؟ لتعيد مسيرتك وتعيش حياتك وتستمر بغنائك ماذا تفعل؟ أمضي أين تمضي؟ أتخفى عند بعض الأصحاب أفهم أنك لن تعود إلى منزلك لا فأنا لا أرتاح إلى ابن علقمة من يسمعك يحسب أن بينك وبينه ثأرا أو أمرا جللا أعقل أعقل يا رجل يا غريض يا غريض لا بأس عليك لا بأس عليك ابقى هنا في داري ولا حاجة بك أن تقصد أحدا لا أريد أن أصيبك بسوء إذا علم ابن علقمة أنني التجأت إليك وفي انتقالي إبعاد لأي مكروه لن تغادر منزلي حتى تقرر العودة إلى منزلك حسنا أبقى على ألا يعرف أحد بوجودي هنا فيتسرب الخبر إلى ابن علقمة ألا تأتمنني؟ بلى بلى ليتك ترسل عبد الله إلى منزلي ليحضر لي بعض حاجياتي وملابسي فأنا أخشى لو ذهبت إلى هناك أن أقع في مصيدة
أنا أذهب إلى دارك وأحضر لك ما تريد. لا أخشى لو أنك ذهبت أن تقع عليك عيون الوالي فيعرف أين أنا فينال مني. سأتخذ الحذر فلا تخشى شيئا. هذه هي قصة الغريض إذن. نعم، وهو يستخفي عندي يا سيدي خشية منك. ولماذا يستخفي؟ ألم أعدل عن نفيه ونفي سائر المغنين؟ يحسب أنك ناقم عليه لأنك دعوته عدة مرات ولم يستجب. أعطوه ربعة من عطره وأعطه هذه الدنانير من مالي وقل له أن يظهر، فلا بأس عليه إن شاء الله. ما تقول؟ ذهبت إليه بنفسك؟ نعم، وهذا ما كان من أمره. يا ويلي، الآن ينبغي أن أهرب. تهرب؟ تهرب وقد أمنك وأرسل إليك عطره وشيئا من ماله؟ إنها حيلة احتالها علي لأقع في يده. ولكن يا غريب، يا غريب، لن أبقى ولا ساعة واحدة، دعني وشأني. أأنت جاد في عزمك؟ كل الجد. فأين تقصد؟ أقصد اليمن إن شاء الله. لما تنادوا للرحيل وقربوا بذل الجمال لطية وذهاب بذل الجمال لطية وذهاب كاد الأسى يقضي عليك صبابة صبابة والوجه منك لبين إلفك كاب. فكيف هي أحواله في اليمن؟ سمعت أنه يقيم عند موال له. أضاع الغريض نفسه. هو الخوف يا سيدي، بل هو الوسواس. خوفه أوقعه في وسواس. ولكن يا سيدي، هل بعثت من يحضره إليك ليدرك حسن نيتك وسوء تدبيره؟ قد أرسلتك أنت إليه عندما كان هنا في مكة وأنت صديقه فلم يصدق، ظن بأنني أحتال عليه لأنال منه، فلنتركه لما شاء. أجمع الحي رحلة ففؤادي كذي الأسى، قلت لا تعجل الرواح فقالوا ألا بلى. الله 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 الله، هذا الصوت الجميل. ألا ندعو الغريضة للغناء؟ أنت محق، هيا ندعوه. هيا. تغنى يا أبا مروان.
أكون ملعونا لو فعلت. فأنت والله كذلك. أنا كذلك؟ نعم. أو ترفض طلب أحد مواليك؟ حسنا، سأغني. Ma